صباح الفل، مساء الخير على حضراتكم، مساء الجمال. احنا طالعين لايف دلوقتي، يمكن في وقت احنا ما نطلعش فيه لايف عشان نتابع مع حضراتكم محاكمة نيرة أشرف. يمكن احنا كلنا شاهدنا وكنا بنسأل الموضوع هيوصل لإيه، وزي ما حضراتكم عارفين كان ممنوع النشر وممنوع التحدث في الموضوع احتراما لقضاء مصر واحترام لقوانيننا. النهارده المحاكمة تمت وانا في انتظار الكومنتات. هيكون معانا في خلال دقايق دلوقتي المراسله زينب من امام المحكمه في المنصوره، محكمه جنايات المنصوره. نعرف مع بعض ايه اللي حصل في المحاكمه، ونعرف مع بعض ايه اللي تم والحكم كان بايه. بس هي ثواني، هي زينب هتخش معانا دلوقتي في لايف مباشر من المنصوره. ثواني، احنا مع بعض عارفين انه اخد اعدام. احنا كنا يعني هو ده فعلا هو اخد اعدام، تم احاله اوراقه للمفتي. حالا نعرف تفاصيل المحاكمه ايه. زينب حمدي من المنصوره هتكون معانا حالا، انا بكلمها على التليفون عشان تكون معانا في اللايف ده. ربنا يرحم نيرة ويسكنها فسيح جناته يا رب، ويصبر اهلها وكل معلش انا اسف، كان فيها عطل فني بسبب الانترنت. انتوا معايا؟ كنتوا شايفيني كويس؟ السيجنال كويسه؟ مساء الفل ريهام، ومساء الفل شعبان وحسام، ازيك؟ وهاله، هنعرف دلوقتي محاكم ايه تفاصيل. السيجنال كويسة صح؟ متهيألي مفيش مشاكل. هو بس احنا كنا واقفين على حتة ان هو كان في جلسة، تم طلب جلسة سرية، وكان هو عنده تفاصيل حابب ان هو يتكلم فيها. اهي زينب حمدي معانا. زينب ابعت لنا ريكوست. ثواني زينب ابعت لنا ريكوست، يا ريت ان انت تخشي معانا في اللايف. هي زينب شايفانا، زينب حمدي وهي مراسلتنا من المنصورة حالا هتكون معانا في اللايف. ثواني زينب حمدي، اوكي allow you to join on your video. زينب هتكون معانا حالا دلوقتي. وي ليه ثواني معلش هو موضوع الانترنت ده بايخ. هو تم إحالة أوراقه للمفتي. طبعا الموضوع على فكرة يعني في جميع الأحوال هو حق نيرة جه ورحمة الله عليها، وما ينفعش بشكل أو بآخر أيا كان ده التفاصيل يبقى النهاية إن إحنا بنقول إن في قاتل، إن ده حل الموضوع، إن حل الموضوع يكون بالشكل ده. ده يعني ده ما ينفعش على فكرة، ده مش مقبول. نهاية صعبة، وزي ما قلتها لكم المره اللي فاتت، اتنين شباب صغير تحت العشرين سنه بالطريقه دي. زينب تاني انا مستنيك عشان تخش معايا اللايف. انا مش عارف، انا يعني ابعتي لي ريكويست. وتحيه القضاء المصري طبعا، قلناها قبل كده، وكان يا ريت ان حضراتكم تكونوا يعني احنا دوله مؤسسات، دوله قانون، وان التفاعل الهمجي بالشكل ده مش حل لاي شيء ايا كان. هو لما كان طلع في كذا تعليق كان يقول لك ان انا خايف وخفت وعملت وقالت، وتمام في جميع الاحوال، جميع الاحوال مش معناه ان ده حل اي خلاف ما بين زوجين نوصل الموضوع يقوم ذبحها او قتلها او اللي يحصل بالشكل ده. ده مش مقبول، ده مش مقبول. على قد ما في ناس كتيره وكلنا مبسوطين بحق نيره رجع، على قد ما الواحد برضه في حاله من حالات الحزن ان ديت تبقى النهايه. يعني دي النهايه، ان يعني ولد وبنت. ثواني انا مش شايفك في الطلبات على فكره، انت فين؟ ثواني يا زينب، ثواني خليكي معايا معلش عشان احنا على اللايف دلوقتي. اد كبرياء، كل دي طلبات هنا. سبحان الله في طلبات كتيره، ناس كتير عايزه تتدخل وتقول رايها في اللي حصل النهارده لنيره. احنا I love you to request join. yes احنا عايزين زينب بقى. أين أنت يا زينب؟
اكيد ما هو في محاكمه سريعه. ما خلاص ده حصل يا فندم. هو احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم ان خلاص الولد تم احاله. انت بتتكلم في ايه؟ خلاص يعني ده انتهى الكلام. شاب في مقتبل عمره، فكان يحصل المحاكمه، فمتهيألي النهارده هيكون في استقبال لعزاء نيره رحمه الله عليها يا رب، رحمه الله عليها. احنا خلينا نجيب زينب على التليفون ما دام احنا قاعدين كده كل شويه، بدل ما احنا نقعد ونستني زينب تطلع معانا في بشكل او باخر، نجيبها على التليفون احسن نعرف منها التفاصيل. لا زينب بصي احنا خلاص خلاص مش مشكله. زينب احكي لي دلوقتي لو سمحت، انت معانا على اللايف. محمد عادل اللي انهى حياه نيره صح، اصحاب القضيه اللي اثارت الراي العام واثارت غضب كل اللي عرف بالقضيه وشاف الفيديو انهاء حياه الطالبه نيره. زي ما حضراتكم عارفين ان احنا متابعين معاكم القضيه من بدايه الواقعه، وكنا عارفين ان دي اسرع قضيه تاخد ده فعلا من تاني جلسه على طول من خلال النائب العام. النهارده كانت تاني جلسه بدايه المحاكمه وانتظار الناس. كان في حاله من القلق تحديدا ان كان في الجلسه السريه ومفيش حد عارف ايه اللي بيحصل، ولكن منذ قليل يعني تم اصدار الحكم، وايضا لم يتم تصويره لاي قناه او اي مواقع. ما نقدرش نقول السبب، ولكن الحكم كان الحمد لله احاله اوراق محمد عادل الى فضيله مفتي الجمهوريه. رد الفعل ايه بقى اول ما تم اصدار الحكم؟ رد الفعل ايه في المحكمه وكل اهالي؟ انا عارف ان في اهالي كتيره كانت جايه وراحه قاعده قدام المحكمه في انتظار النطق بالحكم. طبعا كنت اتمنى ان حضرتك كنت ابقى مشاركه في اللايف، لان كان معايا هنا اهالي موجوده أصلاً. من الساعه 6 الصبح. اهالي موجوده عشان عايزه تعبر من الساعه 6 الصبح، رغم ان هم مش من المحله الكبرى او مش ما يعرفوش نيره، من المنصوره ومن القرى المحيطه والمحافظات المحيطه لنا لمدينه المنصوره ومحافظه الدقهليه. كان كتير ناس موجوده من القاهره ومن المنصوره ومن البحيره من مختلف المحافظات للقلق اللي كانوا عايشين فيه. ولكن وقت سماع الحكم باحاله اوراقه هنا في فضيله مفتي الجمهوريه كان في حاله من انذاريه، ويعني ما اقدرش اقول لك استاذ سامر ان في رجاله زغرطت، في رجاله زغرطت. طب انا عارف ان الاهل كده كانوا رافضين ياخدوا العزاء الى ان يصدر الحكم، صح؟ الاهالي اهل نيره كانوا رافضين ياخدوا العزاء لحين سماع الحكم. الى الان مش قادرين نوصل لاهل المجني عليها نيره، هي هم موجودين طبعا في تشديد امني هنا في المكان، مش هيخرجوا من محكمه الاسره او هينزلوا مش من محكمه جنايات المنصوره الا بعد خروج المتهم محمد عادل. وقلت لحضرتك هو المحامي الاساسي لمحمد عادل، وده كان طبعا قام بمرافعه امام هيئه القضاء سياده المستشار بهاء المر اللي استمع جيدا للمحامي واداه مساحه جدا، لدرجه ان اداه مساحه ما يقرب من ساعتين قبل انعقاد الجلسه السريه بعد مرافعه المحامي. كمان محامي النائب العام اترافع وطلب باقصى تكون عبره لمن يعتبر. ده فعلا هو ده فعلا احنا بنتكلم ان للاسف يعني للاسف احنا بنشهد النهارده بنبارك عشان في قاتل هيتقتل، ويعني هو الوضع كله. بس هو لا هو يستاهل الحقيقه، هو يستاهل يعني وخصوصا اللي اتعمل في نيره. بس هو السؤال الحب محمد عادل اخذ دقائق على ما رد على السؤال ده ورد، قال له يعني ايه مفهوم يعني الحب؟ قال له يعني اللي يحب حد يقتله لو ما قدرش يوصل له. قال له لا، لان في كتير حبوا قبلنا وكتير حبوا بعدنا، الحب بعدنا وناس كتير بتطلق ومش معناها انه باي طرف ده صح. ده صح ده صح جدا. اصعب حاجه لما يتم استغلال الطرف الثاني والناس تبدا ان هي تتريق عليه عشان ان هو حب وسط. ده تناضي محمد عادل لما اتسال عن مفهومه عن الحب، وهو قال ان هو قتلها خوفا انها تاذيه وكلام كتير ما كانش ان هو كان حابب ان هو ينفي موضوع الاصرار في الاصرار في او ان هو كان بيخطط لقتلها. يعني بسؤالهم بس على السكين تواجده معاه، قال السكين كان موجود معايا عشان احمي نفسي، لان ده كلام محمد عادل ومش كلامنا احنا. منعا ان احنا نتفهم غلط، ولكن ده الكلام او المبررات اللي حاول يصطنعها ويستعطف بها الناس والراي العام.
قال ان هم مضوني بعد ضربي، مضوني على وصولات امانه، والوصولات دي كانت على ورقه كراسه. وطبعا المحامي ذكر ده النهارده، محامي محمد عادل ذكر ده النهارده، ان كانوا فعلا راحوا لمحامي في المحل الكبرى بتقديم بلاغ بوصولات الامانه، ولكن بيها بلاغات لان دي وصولات على ورقه كراسه. زين، انا بشكرك جدا والبقاء لله، وربنا يرحمها يا رب ويسكنها فسيح جناته. كل الاحترام والتحيه للقضاء المصري، وكل الاحترام لمؤسسات دولتنا. هو الحقيقه هو ده اللي اصبح شائع بشكل او باخر. احنا مش بنحب بعض، اتخانقنا اقتلها اضربها اذيها، والعكس صحيح من الناحيه الثانيه. فده لازم يكون الرد عشان يبقى كل حاطط في باله مش دي الحل للمشاكل. اتفضل يا زين. قالت كلمة مهمة جدا ووجهت رسالة للناس، قالت يا ريت ان احنا نصاحب ولادنا، صح، يا ريت ان احنا نعرف صح ايه اللي بيدور جواهم، يا ريت نخلق بينهم وبينهم حوار افضل ما صح نخلق بيننا وبين ابننا زي الهاتف المحمول صح والحوار. بلاش ان احنا نسيب ولادنا للهاتف المحمول وما نعرفش بيعملوا ايه. لازم طبعا دي كانت رساله قويه وكلمات لمست قلوبنا جميعا اثناء سماعنا للنيابه العامه، ودي نصيحه طبعا هو قدمها للناس كلها، لان واضح ان احنا الفتره دي بقينا بعيد عن رايها. كان هيبقى طيب انا ممكن اطلب منك حاجه يا زينب، انا عايزك تعملي الفيديو ده وهنزله